السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو صمدي. هذا النهار ان شاء الله نقدم لكم واحد الموضوع على الصحة الجيدة، وباش تعرفوا باللي صغار الأنانيب فيهم شي مشكل او بصحة جيدة. اول حاجة كتشوفوا الصغار من بعد تقريبا واحد جوج سيمانات، السيمانة الثالثة غدو تحضيو الأرانب ديالكم تشوفوهم هاد الشعر ديالهم، الشعر ديالهم الا كان ملس هكا بهذه الطريقه بحال هكا صافي، راه المشكل ما كاينش. المشكل فين كيكون؟ انا الحمد لله هاد الصغار ديالي راهم مزيانين، ملي كيكون التفاوت في الحجم وكيكون شي واحد بحال اللي غادي يحقروا عليه، ان يعني الصغار ملي كيشوفوا شي واحد ضعيف كيبقاو يحقروا عليه وكيبقاو ينتفوه، حتى كي ما كيخليولوش بلاصتو ديال الرضاعه، ما كيخليوش بلاصتو فين ياكل. هادوك صافي ديك الساعه كيتهمل وما كيبقاش يعني بواحد الصحه جيده، ولا قدر الله كيموت. انتوما ديما منين تشوفوا شي واحد الشعر ديالو واقف يعني ماشي ملس، انتوما كما كتشوفوا تبارك الله الخلفه، ها انتوما الشعر ديالو شوف كيفاش داير، راه الشعر يعني ملس وناعم وكتحسوا به لاصق على ملي كيكون فيه المرض كتحسوا به مشوك، وكتحسوا به فيه البرد، باغي غير تخشى ما بين خوتو هما كياكلوا وهو لا غير مخشي بيناتهم. نتوما ما تخليوش ديك الساعه بوحدو بهذيك الطريقه، لا فرزوه في واحد الجهه وتهلاو فيه غير بوحدو، لان الا لقيتو شي واحد مفروز بوحدو عرفوا راه فيه شي مشكل او ما خداش حقه في الماكله، لان هما ملي كيشوفوا شي واحد مريض صافي كيبداو هما كيديروا كيبداو يحقروا عليه وكيبداو ينتفوا منه، كيبقاو اما كيقرصوه اما كيقمشوا فيه. المهم صافي كيقولوا له بلي نتايا صافي راك ضعيف، بحال القانون الغاب، ملي كيكون شي واحد بيناتهم ضعيف كيبقاو هو غادي وكتحس به شعره مشنتف وواقف وهو ما قادرش يتمشى، وهما كيلقاو على الفرصه كيولي كل واحد كينتف فيه من قنت. ملي تشوفوا كينتفوا منه عرفوا بلي صافي هذاك راه ما غاديش يعيش، غادي يبقاو نتفوا منه حتى غادي يطيح. واحد النهار غتلقاوه في الصباح ولا في الليل غتلقاوه طايح صافي ميت لا قدر الله. نتوما حضيو ملي تشوفوا شي واحد شعره مشنتف وطالع وبحال اللي فيه البرد وغير باغي يتخشى يعني بين خوتو وما كياكلش مزيان وصافي بدا كيضعف، وقتها هي كطرى صغار الحجم. هذوك صغار الحجم ديما كيبغيو يحقروا عليهم، هذوك الكبار كيبغيو يحقروا عليهم. ملي كيحقروا عليهم صافي كي واحد اللقطه انهم صافي كيوليو كاع كيهاجموه، هو غادي وهما كينتفوا منه، هو غادي بحال اللي كيجرحوه. ملي كيبداو ينتفوا منه الزغب ديالو صافي راه تما كيبداو يجرحوه، ملي كيبداو يجرحوه صافي كي واحد النهار كتلقاه مات. نتوما غير الصغار ديالكم وليو تحضيوهم هكا، ملي تشوفوا شي واحد قليل الصحه ولا ما قادرش يرضع من مو منين هما كي وزيدكم حتى قضيه ديال الام ملي كتطلع فوق الصغار ما كتبقاش تفرق بيناتهم بلي واحد صحيح وواحد ماشي صحيح، اذا كان ماشي صحيح صافي كترفسو، تقدر في الصباح تلقاه مضغط مبغج وما صافي ميت. انتوما بديك الطريقه يا اما ديروا له واحد المحقنه وشدوا الحليب وبقاو ترضعوه وفرزوه بوحدو، يا اما حطوه ياكل وليو توكلوه في واحد الصنيديق غير بوحدو، لان راه قليل الصحه اللي كيكون في وسط القطيع ديال الصغار ديال الارانب راه كيتحقر وكيموت واحد النهار حتى كتلقاه صافي ميت. اذا هذا هو الموضوع ديالنا هذا النهار، غضوا بالكم من هذه القضيه، الصغار راقبوهم مره شوفوا شي واحد غير مفروز بوحدو ولا خص تكون الحيويه. بحال دابا هما راهم ناعسين هكا، ولكن قبيله راه كانوا كينقزوا بحال اللي عندهم فتره ديال النوم، لا هادو لا هادو، هادو حتى هما راهم كيديروا راسهم على بعضياتهم وكينعسوا. اذا هذا هو الموضوع ديالنا هذا النهار، راقبوا الصغار ديالكم وان شاء الله يكون الخير. شاركوا معنا في القناه، اللي مازال ما شاركش معنا يشارك معنا، تكيو على زر جيم باش تساندونا وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.